بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ الجميع هذا الشهر ويعيننا على صيامه وعلى قيامه، وأن يرفع ما نزل بهذه الأمة. آمين. نتكلم بإذن الله تعالى عن الصيام. أولا نريد نعرف الصيام. الصيام أي عبادة؟ يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا أردنا أن نعرف العبادة لابد أن نقول هي عبادة. يعني الصلاة لابد أن نقول الصلاة عبادة تتضمن أقوال وأفعال مخصوصة، ونكمل التعريف. لابد من هذا الضابط، لأن الإنسان إذا أمسك عن الطعام والشراب ولم ينوي كان الصيام باطل. إذن في أي تعريف من التعريف الشرعية لابد أن نذكر التعبد لله، أو نذكر في آخر التعريف نقول بنية. إذن الصيام هو التعبد لله سبحانه وتعالى، يعني لابد من الإخلاص، التعبد لله سبحانه وتعالى بترك الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، يعني من أذان الفجر إلى أذان المغرب. إذن هذا معناه أن الصيام يقوم على ركنين، يقوم الصيام بناء يقوم على ركنين. الركن الأول النية، الركن الثاني الإمساك عن الطعام والشراب. لو نوى ولم يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات الصيام باطل، الصيام باطل. لو أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات ولم ينوي إذن الصيام باطل. طيب، نتكلم أولا الآن عن النية. النية تنقسم إلى قسمين: نية فرض ونية نفل. نية الفرض لابد أن تكون النية في صيام الفرض قبل أذان الفجر. ونحن الآن مثلا أسأل الله سبحانه وتعالى بلغني وياكم رمضان. الآن نحن رمضان الآن على ما يعني اتضح الآن يوم الجمعة بإذن الله تعالى. نحن من الآن كل واحد منا ينوي صيام الشهر كاملا. فيقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه النية تكفي لكل الشهر، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. يعني لا يمكن يقول اللهم نويت أن أصوم في هذا العام 1441 شهر رمضان المبارك في دولة كذا في أذان الفجر من كذا إلى كذا. لا، النية محلها القلب، وتكفي الآن النية أن نوينا أن نصوم هذا الشهر في هذا العام بإذن الله تعالى، والنية محلها القلب. إذن نية الفرض لابد أن تكون قبل الفجر. أما نية النفل يصح أن تكون في أي ساعة من النهار، لكن لا يحسب ما لم يأتي بمفطر من المفطرات، لكن لا يحسب الأجر إلا من عقد النية. ولهذا الأولى بالمتنفل أن يعقد النية في أول النهار حتى يحسب له الأجر. مثال: استيقظت أنا الساعة 5 مثلا قبل صلاة الفجر ولم أنوي الصيام، ثم صليت الفجر وبعد الفجر بثلاث ساعات نويت أن أصوم هذا اليوم لله تعالى نفلا، يصح؟ يصح ما لم يأتي هذا الصائم بمفطر، ما لم يأكل ويفطر. طيب، إذا تكلمنا عن النية وقلنا النية تنقسم إلى قسمين: نية فرض ونية نفل. وتكلمنا عن الصيام. ما هو الصيام؟ قلنا هو عبادة، يعني لابد من إخلاص لله سبحانه وتعالى، وتنوي أن هذا لله سبحانه وتعالى، التعبد لله سبحانه وتعالى بترك الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. يا أخواننا، عندنا تنبيه مهم لي ولكم وللجميع. الآن لا تعرض صيامك للبطلان. نحن عندنا كبار العلماء، شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ بن عثيمين، هؤلاء العلماء نأتمنهم على العقيدة، نأتمنهم على المعتقد. لو جاءتنا فتوى من الشيخ بن باز، من الشيخ بن عثيمين، من الشيخ مثلا الفوزان حفظه الله،
هذه الفتوى نقبلها في العقيدة، فما بالنا الآن فتوى بدخول وقت الفجر، لأن هناك من يشكك في وقت الفجر ويأكل حتى بعد أذان الفجر. يا أخي لا تعرض صيامك للبطلان، فأنت الآن تمسك من أذان الفجر إلى أذان المغرب. طيب